خلينا نبدأ معك أبو فيصل في الحديث عن مواجهة العدالة والأهلي. العدالة فنيا يظهر في المباريات بشكل كويس، ولكن لا يكسب النقاط، ما يتعادل أو حتى يخسر، وإذا حضر وانتصر كان مختلف أكيد مما أفضل عليه ما كان عليه في مباريات التعادل والخسارة. في المقابل الأهلي لم يستفد من كل الفرص اللي سنحت له بأن يتقدم خطوة للأمام لمنافسة الهلال والنصر. شوف، العدالة كانت بدايته جيدة في الدوري، يعني كان بدأ بداية ممتازة جدا، بعدها يمكن كان هناك التراجع الهائق تحت المدرب. الفريق يقدم مستويات يعني جيدة رغم النتائج، يعني ما كانت دائما مع العدالة. الأهلي طبعا يعاني فنيا بشكل كبير، يعاني اللاعبين يعانون يعني حتى على مستوى الروح بشكل كبير. ما نعرف هي تأثيرات الخلافات الإدارية السابقة اللي انتهت أخيرا بإسقاط رئيس النادي أو عضويته، ما أعرف حقيقة. اليوم الأهلي أيضا افتقد لعمر السومة، عمر السومة دائما كان منقذ للأهلي من يعني أنصاف الفرص ويسجل الأهداف، تجد حتى أهداف أغلب أهداف السومة يعني تعتمد على الحل الفردي للاعب. اليوم السومة ما كان موجود، الأهلي يعاني بشكل كبير، فرص كثيرة مثل ما قلت أنت كانت أمام الأهلي أنه ينافس. أنا أعتقد وأجزم أنه الأهلي على مستوياته الحالية لن يستطيع المنافسة على الدوري، ومتأكد تماما أنه الأهلاويين في قرارة أنفسهم أنهم يبحثون يمكن عن كأس الملك، هي الفرصة المواتية. يعني أنت قدامك خطوتين، مباراة نصف نهائي ومباراة نهائي لو تجاوزت النصف النهائي. الدوري صعب على فريق في مستوى الأهلي. الأهلي يملك عناصر أجنبية ممتازة، يملك عناصر محلية أيضا ممتازة، لكن علة الأهلي حقيقة ما تعرف وين. جروس له أخطاء كثيرة صراحة ومسبب فوضى فنية حتى داخل الملعب، روح اللاعبين مين موجودة، أشياء كثيرة ما تعرف إيش حلها. يعني حتى الأهلاويين بأنفسهم اليوم نشوف ما في رضا تام عن جروس، كل يوم يبغون يشيلون المدرب. طيب العلة وينها؟ هي في المدربين اللي قاعدين يتعاقبون على الفريق، ولا العلة فعلا في اللاعبين؟ العلة الآن إدارية. الأهلي فيه علة بس حقيقة وش هي يعني ما أقدر أحددها، لكن العلة الفنية واضحة داخل الملعب، يعني ما يحتاج. لكن الإدارية عرفت، وسبب أيضا روح اللاعبين الانهزامية ما أعرف سببها.